المواطنة لإسواس للنظافة بشراكة مع جماعة الإسلام أيام تحسيسية حتى تدوز بإذن الله هذا العواشر. في مدينة ويسلان أغلى تحية من السلطات المحلية من جماعة ويسلان والشركة المواطنة SOS للنظافة. عيد مبارك سعيد وإن شاء الله غادي نكونوا كاملين فرحانين بهذا العواشر الله يجعلها مباركة مسعودة. حنا هنا في مدينة ويسلان كنا ولازلنا وسنظل دائما الشعار ديالنا هو الوعي ثم الوعي، وبالوعي قضينا على مجموعة ديال المشاكل اللي كتعلق بمدينتنا، وبالوعي استطعنا ولله الحمد أنه ندوزو من الفترة ديال الوباء بشكل ناجح لأنه كاين وعي ديال كل ويسلانيات والويسلانيون. عيد مبارك سعيد. ولهذا الغرض كتنظم الشركة المواطنة لإسواس للنظافة بشراكة مع جماعة ويسلان أيام تحسيسية حتى تدوز بإذن الله هاد العواشر تدوز في ظروف سليمة، في ظروف بيئية، في ظروف صحية لوليداتنا والعائلة ديالنا. كاين مجموعة ديال الإرشادات اللي لابد أنه ناخذها بعين الاعتبار. أهم شيء هو وضع الكمامة دائما وأبدا، وضع الكمامة، لأنه بهذا الوضع ديال الكمامة كنكون كنحمي نفسي، نحمي الوليدات ديالي، ونحمي الأسرة ديالي. كذلك أنه يوم العيد إن شاء الله هلك الأمعاء والأحشاء اللي كتكون المخلفات ديال العيد نحاول ما أمكن أنهم نوضعوهم في أكياس بلاستيكية ونحكموا الإغلاق ديال هاد الأكياس ونمشيو ونحطوها في الأماكن المخصصة لها بجانب هاد الكونتينر أو الحاويات ديال الأزبال. ما نحاولوش أنه نصيفطوا الوليدات الصغار ونطلبوا منهم أنهم هما اللي يرميوا الأزبال. هاد العيد خص يحتفلوا به الوليدات الصغار ويبقوا بعيدين على كل حاجة اللي هما ما قاديش عليها. حنا كنعرفوا أنه الوليدات الصغار القامة ديالهم قصيرة والكونتينر طويل عليهم، وبالتالي باش يرمي الطفل هذيك النفايات في الكونتينر صعيبة وما غادي يمكن له يدير إلا أنه يتخلص منها بطريقة ديال الطفل أنه غادي يلوح هذيك الأزبال في الشارع، وبالتالي غادي نكونوا حنا اللي كنساهموا في أننا نجعلوا الشوارع ديالنا مليئة بالأزبال. وفي الأخير غادي نقول أن عامل النظافة ما تيقومش بالدور ديالو. واليوم غادي نقدموا لها جائزة بسيطة للأخ الحسن يتفضل عندي. هذه جائزة بسيطة لهذه البنية نصفقوا عليها الله يحفظكم تبارك الله عليك وبالصحة والراحة. شنو غادي تقولي لنا؟ عاودي قولي لنا الناس شنو هو الدور ديال الكمامة؟ تنقول جميل أطفال يديروا كمامة باش يحميو راسهم. الله يرضي عليكم. منين نسالي من الكمامة ونبغي نلوحها فين نديرها؟ ديروها في وسط الزبل باش ما تحميت باش ما ترجع ليناش ودير لنا تسبب لنا بالأمر تبارك الله عليك. شكرا بنتي الله يرضى عليك. ما ننساش انه نديرها في كيس ونسد عليها وعاد نوضعها في المكان المخصص لرمي الازبال ياك باش نعقم ورجع نديرها. هذا راه تيكون المار كذلك هذا الوضع الازبال من جانب الحاويات وكانوا جنود ونزلوا جنود في الصفوف الأمامية، وكنا كنشكرهم دائما وكنوعوا بالمجهودات اللي كيقوموا بها. وجا الوقت وهاد العيد أن الاختصار الزرع من الاختصار من
كانت انا والاتحاد من الرئيس وكل العمال والجمهور الطريق والجمهور. في الجوج وعاد نخرجوا هذيك الازبال وهذيك النفايات باش مع الخروج ديالهم غادي يكونوا الشاحنات منطلقين وغادي نبقاو دائما خليين الشوارع ديالنا نقيه. ماشي تال غير اللي سالا في الصباح ينوض بنادم بكري ويذبح ويخرج الازبال للشارع. الله يخليكم نخليو هذيك الاكياس مغلوقه حتى دير الوحده ونص الجوج وعاد نخرجوهم ونوضعوهم في هذيك الحاويات ونحاول ما امكن انه اي اله حاده ما نحاولش نلوحها في الجوانب ديال الحاويات لانه هنا غادي ناثر على هذيك العامل اللي كيجمع هذيك الازبال ويقدر يتآدى وبالتالي على ما كنشكروش بالعكس انه كان ناديوه. العمال ديال النظافه كانوا جنود ولا زالوا وكانوا في هذه الفترة ديال الجائحة كورونا كانوا في الصفوف الأمامية وكنا دائما كننوه بهم وكنشكرهم على الأعمال اللي كيقوموا بها. جات الفرصة بين يدينا أخي المواطن أختي المواطنة باش نردوهم هذا الشكر بالتعاون ديالنا معهم.